شارك وفد مجلس النواب برئاسة سعادة النائب حمد الكوهجي وعضوية سعادة السيد فاضل السواد في إطلاق مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني لتعزيز التسامح بين الشباب في نيويورك. وحول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من نيويورك سعادة النائب حمد الكوهجي. مساء الخير سيد حمد، وفي ظل الانفتاح الحاصل على الفضاء السبراني وفي ظل بعض الدعوات الكراهية أيضا التي تنشرها بعض الأطراف، ما أهمية أن يكون هناك مشروع سبراني للسلام في العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكركم على حسن الضيافة والاستقبال. تأتي مشاركة الوفد النيابي بدعم وتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني ضمن برنامج مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ودعم لإبراز منجزات مملكة البحرين في مجال التعايش والتسامح بين كافة الأديان. نعم. أمانة جئنا لنيويورك لننقل صوت الشعب البحريني في استعراض قصة نجاح بحرينية خالدة في التعددية والحقوق والحريات، لأن مملكة البحرين اليوم هي واحة للتسامح والنموذج واضح للتعايش بين كافة الأديان. نعتز ونفتخر جدا بما أرساه جلالة الملك حفظه الله من مبادئ وقيم في ظل دولة القانون والمؤسسات والنهج الإصلاحي الشامل، وأيضا إنجازات جديدة ومميزة بقيادة جلالة الملك بخطة ثابتة رغم بعض التدخلات الواضحة في الشأن المحلي لمملكة البحرين. نرى اليوم المدخل والممر الرسمي بمنظمة الأمم بنيويورك لاجتماعات جميع الدول منفردة بإنجازات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله. نعم. بخصوص هذا الملف الحقوقي بالصور والإثباتات، وللأمانة يعني شهدنا إقبال كبير من جميع الوفود المشاركة وقيام البعض يعني من الوفود من أكثر من 130 دولة بالتقاط الصور لإنجازات مملكة البحرين في هذا المشروع. نعم. وأيضا سلمت الله نؤكد حرصنا كمجلس نيابي في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لما فيه خير وصلاح لمملكة البحرين. وفي الختام أحب أشكر مركز حمد للتعايش السلمي برئاسة الدكتور خالد والوافد المرافق، وأيضا الجهود اللي تبذلها وزارة الخارجية. نعم. في نيويورك من عمل مميز، وطبعا بتوجيهات من قائد مميز ملكنا حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. نعم، من نيويورك سعادة النائب حمد الكوهجي، شكرا جزيلا لك.